أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أحياناً يشتري الشخص خبزاً بريال أو بريالين ثم يأكل منه بعضه، والبعض الآخر يكون غير مأكول أو غير صالح للأكل في اليوم الثاني، فيعطى للأبقار والأغنام والإبل وغير ذلك، فهل هذا من الإسراف وامتهان النعمة؟ لا، هو ما هو من الامتهان. إذا أعطاه للدواب وأكلته ولم يلقه، هذا ليس امتهان للنعمة، لكن شراؤها أكثر من حاجته هذا إسراف. نعم.